كبير هنا. في إطار جهودها الرامية إلى حماية المستهلك وصد كل الممارسات غير السليمة التي قد تعرض صحته للخطر، تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف ممثلة بأفراد مجموعة التطهير والنظافة للمصلحة الولائية للأمن العمومي خلال عمليات مراقبة تمت وسط المدينة من حجز كمية معتبرة من اللحوم الحمراء الموجهة لتحضير مختلف الوجبات عبر المطاعم المتواجدة بوسط المدينة بوزن إجمالي قدر ب 11.5 قنطار كانت تنقل على متن مركبتين نفعيتين. اتضح بعد مراقبتهما وعرض حمولتهما على الهيئات المختصة بأنها لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري وحتى الحيواني، لتتلف بعد ذلك فيما أعدت مصالحنا ملفا جزائيا ضد المخالفين.